Welcome, O Ramadan. You are honored, O month of the Quran. Allahumma ahdina fi man hadayt, wa afina fi man afayt. O one who sleeps, stand up and declare the oneness of Allah. O one who fasts, stand up in prayer at night, and Allah will forgive. Allah will forgive. Welcome, O Ramadan. You are honored, O month of the Quran. It is Ramadan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذه الليلة الثالثة من ليالي هذا الشهر الكريم شهر رمضان المبارك الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيد الشهور كيف لا وهو قد نزل فيه القرآن الكريم ومعلوم أن هذا الشهر قد تفضل الله عز وجل بإنزال كتابه العزيز على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الشهر فيه ليلة القدر وهذا الشهر فيه لله عتقاء من النار وهذا الشهر من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا الشهر من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا الشهر فيه ليلة القدر من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه تصفد فيه الشياطين ولا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إلى غيره إلى أيام في غيره إذن هذا الشهر حق أن يسمى بسيد الشهور لما تميز به من عظيم الخصال على لسان رسول الهدى صلى الله عليه وسلم إذن أنتم تعيشون في أعظم أيام الله عز وجل وفي أعظم شهر من شهور الله عز وجل فتنعمون بنعم الله سبحانه وتعالى فالذي ينبغي للمسلم أن يري الله عز وجل من نفسه خيرا بالبذل والعمل والإخلاص لله جل وعلا هذا الذي ينبغي للمسلم أن يعمله فاستبشروا خيرا بما أنتم فيه وابذلوا لكي تكون على قدر المسؤولية فإن مسؤولية الأمانة التي ألقيت على أعتاقنا عناقنا إنما جعلها الله عز وجل لنا لا لغيرنا ولذلك قال الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ظلوما جهولا لأنه يظلم نفسه أحيانا فيفرط في الحسنات ويعمل من السيئات ويحرص على الدنيا فلا شك بأن هذا من الظلم للنفس هذا من الظلم للنفس إذا أردت أن تسأل عن ظلم نفسك فانظر ماذا أنت فاعله فإذا كنت من المجتهدين في الطاعة العاملين عليها المؤدين لحقوق الله عز وجل فإنك قد جعلت من نفسك نفسا زكية مباركة والظلم للنفس قد جعلها الله عز وجل في البشرية إلا ما رحم ربي وهذا ما ذكره الله عز وجل في كتابه العزيز إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي أسأل الله بمنه وكرمه أن يهديني وإياكم لما يحب ويرضى
وأن يصلح أعمالنا وأقوالنا وأن يصلح ذرياتنا وأن يصلح مآلنا وأن يصلح حالنا وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.